السلام عليكم مشاهدين موقع طنجاي، مرحبا بكم في ميكرو طنجاب. اجي نقول لك واش مخبارك المونديال يكون في المغرب، وهذا ماشي كاس العرش ولا كاس افريقيا، هذا كاس العالم. واليوم غنخرجوا للشارع الطنجاوي وغنشوفوا الناس شنو هي الشعور ديالها ملي سمعت هذا الخبر. محمد تبارك الله عليك. ارحم والديك اخي ابراهيم. محمد ملي سمعتي المونديال يكون في المغرب شنو كان هو الشعور ديالك والاحساس ديالك؟ والله الا حمق لنا الراس ديالنا الخبر. الله انستغرام فيسبوك فين ما دخلتي تلقى طالع ما كتجبرش شي اخبار ولا شي حاجه، المونديال لقيت 8 سنين الخاوه قوقة في الراس عمي. واش كتعرفش هذيك 8 سنين اللي كتقول نسينا كيفاش غترجع طنجة والمغرب؟ غترجع زعما أول مرة يتنظم فيها شي حاجة باقي هي هي باقي. لا دابا كنت صغير ضروري بطبيعة الحال تجي السياحة. نتمنى والله خير ندبر شي كاورية. إن شاء الله. أجي مثلا شحال يكون في العمر ديالك ديك الساعة؟ شحال يكون في العمر ديالي أنا 8 سنين؟ 27 عام. أنا كنت أنا كنت تجوج سي عملتي العواوة دخلتيهم للمدرسة. لا لا نتناو تاهي في طقوانا عندنا نديو شي كاورية. دابا بيني وبينك واش كنتي متوقع المغرب يديها وكذا وعن بانو واعري توقعاشي مر لكن اصلا لا كاش دي فرقي عيد من الدمنا يا كلشي عيد من الدمنا يا دلعم الله يحفظو صاح الله الا كنت ضال لك فهادشي هادشي مزيان هادشي المغرب ماشي في تقدم اللهم بارك كناش تقدم ملحوظ بزاف كناش كنتظروا هادشي بارك الله نسينا عاود تسنى تجوج بشي قوريه ولا لا الخير في مخسره والله ما تعرفش هادشي طلع واعر طلع واعر لا شويه كنت شي كتوقع ولكن كان شحال النسبه يعني تشوكو فهمتيني يعني كاينه واحد النغزه تما يعني ما تاوك جوج ديال كاس موندياليتو تو دي سي لعب في المغرب يعني كاس افريقيا تنظم في المغرب وباقي كؤوس اخر كاس العرب عاود المغرب والمونديال تا هو خصو يكون في المغرب ان شاء الله. والله الا واعر والله خاني يمشي بعيد لا يمشي بعيد ما كاينش تجي سينما طارق وما تشربش قهوه عند شي والخاو ديالي تبارك الله خير الله يرحم والديك. شو الشباب اللي واعر كينوض كيخدم على راسه بلا ما نقول ضروري مرضي خدمه ضروريه احسن ايمن في العالم العالم احسن ابراهيم في العالم ايمن شنو دار لك في هادشي هذا مونديال بربال المغرب بربال دارو ما نسحبوا السعوديه واليونان بقات الحظوظ كبيره من هنا 2030 شنو كيبان لك من هنا كيفاش تكون التغير اللي في طنجه المغرب كامل غيتغير المغرب كامل ان شاء الله كثرات غيزيدوا فرص الشغل وكذا السياحه تكثر ضروري يعني مرحبا بالجميع وصافي مرحبا بالجميع عندنا مخبارك دابا المونديال عادي يكون في المغرب الله يا اخي ابراهيم ملي سمعتي الخبر واش حسيتي؟ فرحة احنا عندنا حب الوطن وانت عارف اخي ابراهيم بحال اللي دوزنا في مونديال ديال قطر فرحة والحيحة في المدينة واش غنقول لك اخي ابراهيم والله احمق على الروينة لا يا اخي كخرجوا ديك الضغط اللي ديال الخدمة وديك ستريس ديال الخدمة وبالعكس حب الوطن وديك كيبغيو يشوفوا البلاد ديالنا من فوق يا اخي ابراهيم 2030 كيفاش كتوقع تكون طنجة والمغرب بصفة عام؟ تبدل راه ضروري راه السياحه وزاد بزاف ديال الحاجات تحرك يعني العربيه شحال يكون في العمر ديالك ديك الساعه؟ 27 سنه تبارك الله تخلق الساعات واش نسينا حشمه كيف سينا مزيان؟ الله يعزك اخي ابراهيم اجي من هنا 2030 كيفاش غتكون دبرتي شي طونوبير شي كلاس؟ والله ما نعرف احنا هنايا شوف ديك الساعه الثانيه والحياه ثانيه ضروري اجي نقول لك شحال يكون في العمر ديالك من 2030؟ 2030 اجبر عندنا شي 23 عام تبارك الله يا ديك سينات خلاق السعاده نسين تبارك الله ملي سمعتي المونديال غادي يكون في المغرب باش حسيتي؟ حسيت بواحد الفرحه كبيره وان شاء الله نشطوا ونفرحوا مع بعضياتنا ايوا هادشي اللي كاين اخي ابراهيم الله يرحمه والديك شكون سي متوقع زعما المغرب غادي تنظمها ولا والو؟ كنت متخيلها صراحه كنت مشكاك مشكاك كنقول كنتمنى صراحه تكون كاينه وهاديك السنين هي كسبت الدام ان شاء الله دابا راه النشاط اخاو ديالي ايوا اخاو ديالي تبارك الله سليمان تبارك الله تبارك الله عليك الخاو سليمان مخبارك المونديال غادي يكون في المغرب؟ لا مخبارك والو اخباري والو وانا قلت سالك 2030 شحال يكون في العمر ديالي؟ يكون في عمر 22 صافي غاتخلق السعاده نسي ما اخبارو والو أو صراحة هاد الإحساس غنقول لك واعر بزاف وعلى حسب حنايا كنستعوا كورة وكذا فهمتي بزاف هاد الحاجات بحال نقول لك نطلعوا من الكامبو وكذا نشوفوا الدراري ديالنا تماك عاود و يكونوا منتخبات غيكونوا الأجواء مبدلين عاود فهمتي ماشي كل مرة نبقاو نطلعوا عندنا من بعيد بس حنايا نسافروا دابا العام هذا إن شاء الله يكون عندنا هنايا يكون كل شيء قريب عاود بيني وبينك دابا 2030 كيفاش كيظهر لك كيفاش كيظهر لك دابا تكون طنجة ولا المغرب سي تاعها تكون راح نقول لك حاجه اخرى وغيكون العالم باد غيكون السيناريو ما كاينش حتى انا غيكون خيال علمي اخي ابراهيم شديد تبارك الله عليك الخاوي
كما شفتوا هذا هو الاراء الناس في شارع الطنجاوي، وانتم شنو هو الراي ديالكم؟ خليوه في كومونتير ونتلاقاو في فيديو اللي مازال. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.